على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وعزمتوا وراكم واقفين، وإن شاء الله إن شاء الله الدولة تسجل لكم كل هذه المجهودات، وفي المستقبل تشوفوا إن شاء الله، تشوفوا إن شاء الله في المستقبل، لا من ناحية التنظيم ولا من ناحية المادية، وسنخلق ثورة صحية في هذه البلاد إن شاء الله إن شاء الله. أنا أعتقد إن شاء الله مجرد ما نخرج من هذه الأزمة، بالنسبة للأطباء بالأخص المقيمين اللي ريزيدون وغيرهم، سنراجع جذريا قضية الخدمة المدنية. On va revoir totalement le service civil, peut-être l'annuler. Pour les jeunes médecins, trouver une autre formule qui compense باش تخلي الشباب تاعنا يمشي للجنوب. يمشي لأماكن أخرى، اللي يمشي للجنوب نعطيه دوبل سالار تريبل سالار شي لفو، ولكن ما نرغمش عليه يمشي في إطار الخدمة المدنية ولا غيرها. هذه ما بين الإجراءات. ومرة أخرى شاكر لكم المجهودات، ورانا معاكم، ومجرد إن شاء الله ما نخرج من هذه الأزمة يكون عندنا لقاء آخر. ظروف لازم سنتر او موان الليزي ديجا راها كيك سنتين كيلومتر على تمر راست، مي فوا ان سنتر في تمر راست. تمر راست باش يعطي التيمياوين تين زواطين تيمياوين يعطي لازم هادو يوصل كل شبر من التراب الوطني. صح ما فيش اصابات كبيره في الجنوب، ولكن الوقاية خير من العلاج. ما يحسوش بروحهم معزولين بالنسبة لباقي الوطن. إذا كان اقتضت الظروف خبرونا، خبروا السيد وزير الصحة وسي وزير المنتدب للصناعة الصيدلانية، احنا قادرين نجهزوا طائرات صغار.